أهلا بيكم، سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل تقييمات الأسبوع الثالث. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام ما يناسب العبارات الآتية: تنحدر هضبة البحيرات الاستوائية من الشمال إلى الجنوب. الإجابة هتكون خطأ، من الجنوب إلى الشمال. يمتد الأخدود الإفريقي العظيم في غرب قارة أفريقيا. طبعا الأخدود الإفريقي العظيم يقع في شرق أفريقيا وتكون نتيجة حركات انكسارية طولية. تكونت جبال كينيا وجبل كليمنجارو نتيجة للثورانات البركانية. طبعا الإجابة هتكون عندنا صواب. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. توجد هضبة الشيتوت في دولة نيجيريا، مالي، الجزائر، أنجولا. طبعا عندنا في دولة الجزائر. تعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العذبة الموجودة بهضبة اسمها بحيرة، يبقى على طول وأنت مغمض في البحيرات الاستوائية. استعن بالخريطة لتتعرف أيا من الدول الآتية يوجد بها واحة الجوف من غير ما نبص على الخريطة. واحة الجوف موجودة في موزمبيق ولا جيبوتي ولا ليبيا ولا تشاد؟ طبعا موجودة في دولة ليبيا، وهي جزء من أهم المظاهر التضاريسية لهضبة شمال أفريقيا. السؤال اللي بعده: بما تفسر تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل؟ طبعا المنبع موسمي لسقوط الأمطار بغزارة في فصل الصيف. ما النتائج المترتبة على بعد جبل يعد جبل كليمنجارو أعلى قمة جبلية في قارة أفريقيا؟ طبعا ترتب على ذلك تكون الجليد فوق قمم جبال كليمنجارو بسبب عامل الارتفاع، كلما ارتفعنا 150 متر تقل الحرارة درجة واحدة. بما تفسر تعد هضبة البحيرات الاستوائية المنبع الدائم لنهر النيل؟ طبعا يرجع ذلك لسقوط الأمطار بغزارة طوال العام. 4. حدد الأثر الناتج عن ارتفاع قمة جبل دراكنزبرج في جنوب أفريقيا. طبعا الأثر الناتج هنا ممكن تكون الجليد فوق قمم الجبل ويجذب السياح لسياحة التزحلق على الجليد وتسلق الجبال. السؤال اللي بعده: السؤال الأول، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يعد البحر المتوسط وخليج السويس أجزاء من الأخدود الإفريقي العظيم؟ طبعا الإجابة خطأ، البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج عدن. تعد الصحراء الكبرى بهضبة شمال إفريقيا أكبر صحاري العالم؟ الإجابة صح، هي من أكبر صحاري العالم الحارة. تقع هضبة البحيرات الاستوائية في غرب قارة أفريقيا؟ طبعا هضبة البحيرات الاستوائية تقع في الوسط، الإجابة خطأ. جبل شايب البنات في مصر أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر؟ طبعا الإجابة صواب. السؤال الثاني: بما تفسر تمتاز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها؟ طبعا يرجع ذلك إلى التفوح البركانية. ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار على هضبة البحيرات الاستوائية طوال العام؟ طبعا يترتب على ذلك أصبحت منبع دائم لنهر النيل. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يعد منخفض القطارة أحد مظاهر السطح في هضبة الحبشة شمال أفريقيا البحيرات الاستوائية الشتوت. طبعا منخفض القطارة أحد مظاهر شمال أفريقيا. تنحدر الهضبة الجنوبية بشدة نحو السواحل الشرقية الغربية الجنوبية الشمالية؟ طبعا نحو السواحل الشرقية. يوجد جبل طوبقال في دولة أفغانستان، المغرب، نيجيريا، موريتانيا؟ طبعا توجد في دولة عندنا المغرب. إحدى الجبال الاستوائية جبل البحر الأحمر كليمنجارو الكاب كينيا؟ طبعا جبل عندنا الكاب. السؤال اللي بعده، التقييم الأسبوعي. المجموعة الأولى: من خلال ملاحظتك للخريطة حدد في أي بلد أفريقي توجد الظاهرات الجغرافية الآتية: جبل طوبقال طبعا يوجد في دولة المغرب، هضبة الشتوت طبعا توجد في دولة عندنا الجزائر، منخفض القطارة يقع في مصر، جبل الكاب يقع في دولة جنوب أفريقيا، واحة الجوف تقع في ليبيا. حدد العلاقة بين الأخدود الإفريقي العظيم وجبال البحر الأحمر.
طبعا العلاقة ما بينهم هي أن الأخدود الإفريقي العظيم أدى لتشكل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج عدن، وكل ذلك نشأ نتيجة الحركات الانكسارية، بما تفسر تمتاز هضبة الحبشة بخصوبة تربتها طبعا بسبب الطفوح البركانية. ما النتائج المترتبة على الثورانات البركانية؟ طبعا ترتب عليها حدوث جبال وهضاب بركانية مثل هضبة الحبشة وجبال بركانية مثل كينيا وكليمنجارو ودراكنزبرج. دلل تتنوع مظاهر السطح فوق هضبة شمال أفريقيا، طبعا الدليل على ذلك يوجد العديد من مظاهر السطح، منها جبل العوينات الذي يوجد في دولة السودان ومصر وليبيا، وواحد سيوة بمصر، وواحد الجوف بليبيا، ومنخفض القطارة بمصر. المجموعة الثانية، ما المقصود بالجبال البركانية مع ذكر مثال؟ الجبال البركانية هي الجبال التي نشأت نتيجة الثورانات البركانية مثل كينيا وكليمنجارو. حدد وجه الشبه والاختلاف بين هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة الحبشة بالنسبة لنهر النيل. طبعا وجه الشبه كلاهما يمدان نهر النيل بالمياه، الاختلاف السوبيا تقع بالشرق وعندنا البحيرات تقع، السوبيا تقع في الشرق والبحيرات تقع في الوسط، هنا مكتوب الشرق آسف، البحيرات تقع في الوسط، وعندنا البحيرات الاستوائية منبع دائم والحبشة منبع موسمي. بما تفسر تعد هضبة السوبيا المنبع الموسمي لنهر النيل طبعا لسقوط الأمطار بغزارة في فصل الصيف. ماذا يحدث إذا لم تسقط الأمطار على هضبة البحيرات الاستوائية طوال العام؟ سوف يترتب على ذلك طبعا لم تصبح منبع دائم لنهر النيل. حدد النتائج المترتبة على خصوبة التربة في هضبة الحبشة. طبعا ترتب على ذلك قيام الحضارات وقيام الزراعة، وأشهر الحضارات حضارة أكسوم في إريتريا وإثيوبيا. السؤال اللي بعده، المجموعة الثالثة، ما النتائج المترتبة على الامتداد الأخدود الإفريقي العظيم في شرق القارة لمسافة 5600 كيلومتر تقريبا؟ طبعا ترتب على ذلك تكون جبال البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج عدن. بما تفسر أهمية بحيرة فيكتوريا؟ طبعا الأهمية بتاعتها تكمن في اللي هي أهم بحيرات هضبة أهم بحيرات هضاب البحيرات الاستوائية، هنا معذرة، أهم بحيرات هضبة البحيرات الاستوائية، وتعتبر بداية لنهر النيل من الجنوب، وطبعا يصب فيها من الغرب نهر كاجيرا. حدد الأثر الناتج عن وجود أعلى قمة جبلية بجبال كليمنجارو. طبعا الأثر الناتج عن وجود أعلى قمة جبلية بجبال كليمنجارو ترتب على ذلك تكون الجليد فوق القمم الجبال نتيجة عامل الارتفاع، لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل الحرارة درجة واحدة. قارن بين كل من الجبال الاستوائية والانكسارية والبركانية من حيث اسم أعلى قمم جبلية في كل منهم مع ذكر مثال لكل منها. الجبال الاستوائية مثل جبال أطلس، أعلى قمة طبقال في المغرب. الجبال الانكسارية زي جبال البحر الأحمر، وأعلى قمة عندنا جبل شايب البنات. أما الجبال البركانية مثل جبل كينيا وجبل كليمنجارو، وأعلى قمة في طبعا جبل كليمنجارو. حدد اسم الهضبة التي تعد مصر جزءا منها. طبعا الهضبة هي هضبة عندنا شمال أفريقيا. ياريت تفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لو سمحتم، يأتيكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.